حياكم الله. اليوم مهرجان الساحل الشرقي اول مكان حبيكم تاخذون فكره عنه. بالطواش البيحان توارثت اجيال وراء اجيال الين 2016. هذا الموروث اللي ما نقدر نفرط فيه. ما زال عندنا ركن تفليق المحاف، ومن يقدر يحصل عدانه هالزمن. حياكم الله، اشياء واجد فاتتنا، واليوم نستعيد ماضي اجدادنا على امل نحافظ عليه ولا نفرط فيه. السنة غير عمان، الامارات، الكويت، خليجنا واحد، كلهم موجودين هنا، قطر، البحرين، كلنا نفس العادات والتقاليد، ما نفترق عن شيء. نجتمع على كلمة لا إله إلا الله، موروثنا واحد وتاريخنا واحد، راح نتوارثه جيل ورا جيل. حياكم الله في الساحل الشرقي. متحف أبو ردحة، اللي ما يعرفه ما يثمنه، عنده كل شيء قديم محافظ عليه لا إله إلا الله، كأنه جديد. في أشياء لحقنا عليها إحنا، في أشياء أنتم ما شفتوها ولا لحقتوا عليها، بس آبائنا وأجدادنا. وردحة كثر الله خيرك، بس حياكم الله. امنعونا من الردة، امنعونا من الردة، ها؟ تعاونوا معنا ربع، تعاونوا ومذلوا، ها؟ شلون الفريج؟ ما في فوضى هالايام؟ لا بس الامور طيبة، الامور طيبة الحمد لله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الجمعة يا ربع، الجمعة، الجمعة في دور ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك. ما نبي الجمعة على يا ربع، الله يجزاكم خير الطريق، الله يجزاكم خير. بس لحد يقطعنا الامور طيبه، هالايام مخك والله. تعرف سفريات وما سفريات، الهند، الكويت، البحرين، تعرف هذا انت، بس يلا عد علينا شطر. ان شاء الله احد عليه قاصر شيء، ترى الحفيز مفتوح. الله يجزيك. هذا مشهور الشامسي ولا الشامسي؟ اي الشامسي اعرفه. طول في عمرك، عطوا طريقه، ما نبغى جمعه يا ربع، ما نبغى جمعه. الله يجزاك خير والله. كنا في شيء متغير بالدكاكين من دكانه هذا، على حق الطاع، احنا الطاع الشعبيات. ايه ها، هذه ام ابراهيم شغل هاكل ماكل، الشعب جعان. جواع ان شاء الله، انت جوعان ترى عاد نطلب لك. لا لا جواع، جواع كان مو مقصره مع عبد الله، مزهبت لنا باكر. اي والله مقصره، كان بتبشر لنا بعد ما تسوي. لا أبا على غيرك، الحفيز ودكان نسيبي. الله يعطيك العافية قدامه بعد. الله يعطيك، احنا شاهرين شاهرين لخدمتكم حبيبي. حبيب والله شاهرين لخدمتكم، ها؟ انت وابوك وجدك كلكم بكم خير. ايام ايام كلكم بكم خير والبركة. ذكرتني في ابوي الله يهديه. لا خلا ولا عدم، لا خلا ولا عدم. طريق عطوا طريق يا ربع، تعاونوا معنا. هذا شوي شوي، هذا اللي هذا الشيء اللي نفتخر فيه. الله يخليك يا رب. هذا من داره، هاي دار الحنة. ايه ليلة الحنة عندهم عرس. ايه هي الله. وليه ما عزمونا؟ ليه ما عزمتوني؟ ليه؟ احنا كبير العوائل، ليه ما عزمونا؟ اي والله، وش فينا احنا؟ عندهم عشاء؟ في والله عشاء، ما ادري، اشم ريحة طيبة انا. لا شغل حريم، مو لا لا على رايح قديم. حنا ما نشرح عليهم. اي والله ما نشرح عليهم. بارك الله فيك. كان احد يبي ينقش ولا شيء؟ نعم بعد حنا. ايه؟ ما يقصرون ترى، هم طيبين. مسهلة. هم طيبين. والله ما يقصرون. فاخذني. انت من الخط الثاني وانت متغير. اي والله ثانيه. الثاني وانت متغير. انت وصلني الخبر. خبرك عديد، الرابعه قدني واصل الرابعه. ما شاء الله. خلك انت. ما صارت سنتين في الهند ارجع القاك ماخذ الرابعه. يا من تزوج ما شاء الله، ما شاء الله. على الاربع حبيبي، كفو كفو. الله انا مو براضي عليهم عبد الله. ليه؟ اقول انا ابي ناخذ الثانيه، زعلانه والله. عاد على حسب الرجال أيه. اللي في البيت والله دامها مالي عيني ما نقدر نكسرها. الله يخليك يا رب. مالي عيني ما نقدر نكسرها. انا ولا انا غلطان؟ اي والله، بس شكلك خايف منها انت. لا مو خايف منها، بس الاحترام واجب والله، رفقا بالقوارير. اوهو، رفقا بالقوارير. بس ان كان انا ما عندي استطاع اني اروح الهند ولا الكويت، اجلس بالسنتين بالثلاث ارجع القاها زعلانه. لا حبيبي، لا لا حبيبي، انا اروح ومكان ما ابي، ها؟ إيه؟ متزوج اربع، ها؟ كفو. وكل واحده في غرفه يا ابوي، ها؟ كفو. ولا واحده ترفع فمها، ها؟ كفو. والاحترام متبادل، ها؟ كفو متبادل، حبيتها هذه والله. وارجع البيت القى العشاء جاهز. نعم. والقى الغداء جاهز. سؤال، ها ابوي؟ انت للحين تروح البر؟
البر؟ إيه؟ والله أروح هناك ألعب. يقولون صحتك لا إله إلا الله من حليب الخلفات، ولا أنا غلطان؟ الله الله، ها؟ حليب الخلفات. ما تعجبك سميتشاتنا؟ والله سميتشاتكم ما أدري كيف، وأنا أخوك، لكن إن شربت حليب خلفات ها؟ روح اللي في بطنك كله ها؟ إيه؟ وترجع مستصح مستصحين؟ أنا خايف. هلا هو ها؟ ما عليك، أشرب حليب خلفات بس ها؟ وروح روح بس راني أنا ما أسمعك زين، السمع عندي لك عليه. أقول لك لا، ما نبي اللي حولنا يسمعون هالسالفة. والله؟ إيه وصلوا لها خبر تزعل. خبرك أنا ما أشوف زين عشان كذا ما أسمع. إيه ها؟ أنت ناوي تفضحنا عندهم عبد الله، ولا أنا غلطان؟ أنت خاف منها؟ لا أحترمها. تحترمها ولا تخاف؟ أحترمها. شكلك ثنائي فراش أنت. أنا أقول من كبرت وأنت اختربت. والله العتب على العمر وأنا أخوك. على الشرح على الأربع وأنا أخوك. تزوج وفلها. أنا أحب أقول لكم شيء. قول أبو سعدون قول. ودي أتزوج الثانية. ودك تاخذ ثانية؟ بس خل من زوجتي الأولى. توك ما كملت شهرين. زوجتي الأولى ما تدي الغرض حقي. أنا معطيك إجازة شهر. مداوم أسبوع. بس ايش صارت؟ زوجتي الأولى قلت أسوي كذا تروح تعاندني. أنت شورك عليه؟ والله وراك الرجال مو بزين. وإنك رجال إنسان. تبي تاخذ الثانية وعلى حسابي؟ والله الثانية عندي شرط. ها. دش البحر. المحمل الأسبوع الجاي رايح الهند. بس أنا مسافر الكويت بعد كم من يوم. اقطع العلاقة بالكويت. إحنا بنوديك الهند. وخذ الثانية من هناك وتعال فيها الديرة. أم العيال. أصيلة. لا شافتك جاي بنت الحلال ما تزعل. اللي تشوفها. خذ الثانية طيعني. خذها. خلاص. خليكم على الثانية. قدني وصل الرابعة. اللي ما يبي ياخذ الثانية. طيبة عندي 84 ولد. 84 ولد وأنا أخوك. سام. 84 ولد. والله. إن جبتهم لك ها؟ إن جبتهم لك. علينا بالطلاق يسوي مهرجان لحالنا. كفو. لحالنا مهرجان. والله شوف. شوري علي صور ناقصه شيء يجينا عند الحفيد دكان الفيحان الله يعافيكم الامور طيبه ماشي حياك الله روح البابا روح لابوك روح لابوك ما قلت لي سويت عقب ما رجعنا من الهند ايش صار في الديره ما قلتوا لي والله انت رحت طول العمر وانا معي فنجان ورجعت واخذت اربع كفو تممك اربع اي اربع والله شوف بعد كم من شهر ابشرك بطلق ثنتين واطق لي ثنتين ثانيين انت تاخذهم من الديره ولا من الهند لا من انحاء المنطقه بس كبرت ها كبرت ما عليك ما عليك اتصل غيرك حليب الابل وانا اخوك حليب الخلفات ايه والتمر ها وزيت السمسم نصيحه لك ها عليك بالسميتشات اي والله البحري عليك بالسميتشات البحري ربيان وهذا اي والله انك صادق اي والله ذكرتني باول ليله عرس الحين ذكرتني باول ليله عرس المحمل وصل ها وخذ اللي تبي الله يعطيك العافيه كفي بيتك وبيت بيتك الله يخليك ولا يكون عليك قصور الله يخليك يا رب دامني موجود الله يخليك ابوي من مني امانه ما قصر على واحد فيكم الله يخليك تستاهلون هذا من فضلك انت رفجه انت رفجه يقول لك الاولى عمار انت ابو الطريق الله الاولى عمار يعني تقول الثانيه الدمار أجل الثانية أطلقها الثالثة تلعب بالحوش مع الحمار والله نعم خلك على اللولة ما في غيرها أساس هي لولة أم العيال ها اللولة أساس وعمار ما تقدر والثانية دمار ثانية دمار أجل أطلق الثانية شورتك وهداية الله والثالثة ليه أنت طلق الثانية والثالثة اللي تلعب في الحوش مع الحمار نعم طلقها بعد هي وأنت بتروح مع المحمل الهند بروح معك وبتاخذ لك ثنتين من هناك ثنتين؟ نعم وانا واحده والله انك كفو ولك واحده والله انك كفو واللي عليك صور يجي انا ما والله انك كفو انت خليك على واحده ويلا تلحق علي بالطلاق انك كفو بس الليله بشكاوي اليوم عندنا لكم مفاجاه سبرايز عندك سبرايز شنو؟ سبرايز ما عرفتك بالانجليزي هذه نعم كفو ما قصروا الانجليز والله اي والله علموني ايش عندك؟ سبرايز نعم هذه المفاجاه راح نقدم جوائز قيمه راح نقدم لهم دانة جوائزنا دانة نعم اللولو الدانة طيب وانا انت عليك تحمي الدانة والله تقص نعم. علي لا ما قص عليك عليك لا خلاص صح انا عليك قصور لا ما عليك قصور انا عسس اخوي الدانة حق الجمهور كل اللي عليكم تجونا حفيز الطواش الفيحاني جاوب على الاسئله الثلاثه
ولك جائزة حبة لولو دان. حياك يلا الله. يلا نشوف كلنا. يلا ياخذ الدانة. الدانة حق منو؟ حق الفيحان للطواشة. وما حد يملك الدانة إلا نأخذه. الله الله صدقت. اليوم الدانة عندنا بدال واحدة ثلاث. ما شاء الله. يجاوبون على ثلاث أسئلة. ما شاء الله. ياخذون الدانة. الأسئلة سهلة إن شاء الله. إن شاء الله نأخذه. يجاوب على ثلاث أسئلة يستاهل الدانة. يكسب الدانة. ان شاء الله الزباين متواجدين بكثره عند الفيحاني للطواشه تجاره لولو واللي ما له ماضي ما له حاضر. هذا كان الحي اللي تكون فيه اللولو. ترى الاولين بعد اذا ما لقوا شيء ياخذونه يشوونه يحطونه يصمونه وياكلونه. بس وين يلقى اللولو؟ وين مكان اللولو؟ زي هذه شوف اللي حصلناه. شوفها 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 صغير هذه طبعا شوفها هذه مكان توها بداية تكوين اللولو. هذه يسمونها قلفص. البس قلفص علم ما تعرف لها ما اللي يعرف يفلق الربع. دقيقة عندنا تحدي فلق المحار. من اللي يعرف يفلق المحار يطلع لنا منها حبة اللولو الثمينة. هذه طلعت.